عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأوفياء، متابعين مغارب نيوز، أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. معنا قصة من قصص المجتمع المغربي اللي كنحاول دائما أننا نشاركها معكم، نشاركها من ناس للناس. القصة معنا اليوم، البطلة ديالها هي ملكة. ملكة اللي صراحة أنا من هذا المنبر هذا يعني إذا كنا كنتكلموا على 8 مارس عيد المرأة، فاللي كتستحق تتويج، كتستحق أنها تتكرم، هي ملكة، أخت ملكة. أخت ملكة اللي غتتابعوا معنا فنات زهرة الحياة ديالها وزهرة الشباب ديالها، يعني زيادة 1974، وفضلات كما غتستمعوا معنا على اللسان ديالها وعلى اللسان ديال الأم ديالها أمي حبيبة. نخليكم تتابعوا معنا القصة باش تسمعوا القصة ديال ملكة وديال أمي حبيبة. السلام عليكم. بديتي بكا أختي ملكة، بديتي بكا باقي ما السلام عليكم مدام. اختي ملكة تواصلتي معنا، بغيتي تشكي القصه ديالك مع خوتك المغاربه، وبالمناسبه هذا اول ظهور للاعلام، يعني اول مره كتخرجي للاعلام، وكان من خلال القناه ديالنا قناه مغارب نيوز، وبغيتي تشكي القصه ديالك والالام ديالك والمعاناه ديالك اللي كتعانيها انت ومنى حبيبه اللي هي ام ديالنا كمغاربه كاملين. تفضلي المغاربه كيشاهدوا في اختي ملكة، حاولي انك تحكي المعاناه ديالك وديال الام ديالك. تفضلي مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. اول ما قبل كل شيء كنشكركم بزاف حيت جيتوا عندنا. شنو مزيان باش يسمعوا؟ كنت جيتوا عندنا و غادي تسال. المعاناة ديالنا تروى الناس. المهم انايا عمري 47 عام، الولدة ديالي عيانة. المهم انا ما قدرت، ما بغيت نجيني بلا حتى شي حاجة. المهم على قبل ما قدرتش انا ندير شي حاجه، نخليها ولا نمشي، ما يمكنش نجيب شي حد تقدر ني تهلاش ليا فمي. فضلت نبقى معاها مريضه، مارسه مكسفه، مارسه من رجليها بتوما، والو دايره لاباري ديال القلب. المهم الحاله انت كتشوف دايره لاباري ديال القلب. لاباري ديال القلب دايره في 2018. ياك واخا امي حبيبه. احنا جينا عندك امويتي باش تسال. امويتي ما رحتش. ياك قولي امويتي شنو دارك امويتي؟ اشنو دارك امويتي؟ امويتي انا مريضه بزاف، ضرني القلب وضرني رجلين، ما نقدرش نمشي بيهم ولا نجي بيهم، ولا بغيت نهبط وليدي خاصني اللي يهزني ويهبط لي، اللي بغيت نطلع خاصني يركبني ويطلعني، ما نقدر وليدي لا نهبط لا نطلع. الكرسي ديالي كرسي حاجب ديال طوالي هو باش يطلعوني ليه. ولا ديال الكروس اللي عطينا اللي عندو هاد، فهمت السامعين وهادشي اللي كاينه وليدي، وانا مريضه وليدي رجلي ما نقدرش نمشي بيهم والو والو، وليدي ما نمشي بيهم ما نجي بيهم. انا كنطلب الله قال يعاونوني باش بغيت غير شي حاجه شي سكينه ولا شي حاجه في السفلي، باش بعدا لو بغيت عا نخرج نقدر نخرج، ما كنخرج ما كنبرج وليدي، ما كنقدر نمشي تا وقت وليدي. أنا هادشي لي كاين وليدي، والله ربي يحفظكم ويعينكم ويسهل عليكم. صافي أمويتي. أختي ملكة، العديد دابا من بوان المشاهد غيتساءل، بطبيعة الحال حنا كنعرفو المشاهدين كيفاش كيفكرو، كيفاش دابا بغينا نعرفو القصة ديال أمي الحبيبة والقصة ديال ملكة، يعني كيفاش ملكة تولات كتعيش هاد المعاناة. عطينا الحالة ديال الأب ديالك اللي كنتي متوفي الله يرحمو، هادشي كله شاركي مع خوتك المغاربة، واش كاين شي معاش خلاه المرحوم الله يرحمو؟ هادشي كله غتقوليه لينا، أنا غنعطيك فرصة، هادشي كله غتقوليه لينا، يعني حاولي أنك تشاركي المعاناة ديالك مع خوتك المغاربة باش يعرفوا، حيت أنا بالنسبة ليا أنت كتسمي مناضلة، إذا كانوا الناس كينضلوا في
حوايج اخرى، انت ناضلتي من اجل الام ديالك. انا بالنسبه لي انت اللي كتستحقي التكريم كامراه، كتستحقي التكريم لانك فضلتي تبقاي مع الام ديالك ونسيتي الحياه ديالك، الحياه الشخصيه ديالك نسيتيها مقابل الام ديالك. حاولي حاولي ياك امي حاجه نساتها نساتها وليدي نساتها. قلت لها جدك مشيت قلت لهم، قالت لي انا ما نقدرش نتزوج ونخلي امي بامي وحنايا، ما نقدرني والو. تقول وليدي ولكن راه مهديه ومرضيه، الله يعمر بالضاطه تكون معانا وليدي، الله يتعمر ما تخيب وليدي، الله يتعمر ما تخيب، ديما مرضيه الحمد لله، ديما مرضيه الحمد لله. راه هي اللي هزاني، هي اللي مكلفه بيا، هي اللي حاشا كلشي ديروا ليا هي. الكاس تاع الماء ما جابتوش ليا هي، ما كاينش اللي عطيه ليا، ولكن ربي كبير. هذه جوهر عطاك الله ياك؟ يا وليدي كثر من جوهر، هذه كثر من جوهر وليدي. الله عمر ربي يحفظها ليا، الله عمر ربي يستر ليا، الله عمر ربي يستر ليا، الله يحفظها ويحفظها ويحفظ جميع المسلمين كاملين. واخا اختي مليكه، انا كنشوف الدموع في عينك، كنشوف الدموع في عين امي حبيبه، بصراحه معاناه. انا شفت كلشي بعيني، انا شفت الان ما قدرتش حتى الصوره نعطيها للمشاهد يشوفها، ولكن كنتمنوك اختي مالك كنشوف الدموع ديالك في عينيك اختي. شوفي فتحي قلبك، انا عارف وحاس الاحساس ديال ان اول مره كتخرجي للاعلام، يعني الانسان ماشي طبعه انه كيخرج ويقول عطوني ولا، ولكن تغلبتي انت. قولي لنا شاكر، شوفي في خوتك المغاربه وشاكر القصه ديالك. والدي اللي توفى في 2000 كان وهاز، لا ممكن لك تخمل حتى شي حاجه، ممكن لك نفكروا حتى شي حاجه. ماما كان سائق تاكسي، قجوا الكورتي وسط تاكسي نهار 1/7/2000، حتى جاتنا الاخبار. هذاك النهار خرج با الله يرحمه حط 600 ريال. المهم ما عندنا لا معاش لا حتى شي حاجه، ما خلي لينا حتى شي حاجه، خلي لنا الستر ديال الله. الحمد لله على كل حال. الوالد ديالي كان هو اللي عز كل شيء، كنا كنخمو في حتى شي حاجه صراحه، هزنا ومخلينا ما كنخمو، فكرنا فكرنا في دوانا في طبيب لا حتى شي حاجه. المهم حمل كل دابا عليا انا 22 عام دابا ديال الحمل 22 عام. المهم انا كنفكر بلي خاصها الدواء، خاصها الطبيب، خاصك الكرا. شحال مره كتولي تفكري للدواء ولا تفكري للكرا ولا تفكري للماكلة. المهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنعتذروا على هاد صراحة، حيت كنعاود نقولها حنا راه بشر، ملي كتلقى الحالة وكتعيش مع الحالة وكتحس بأن الحالة كتستحق، فراه كنبقاو بشر، كنبقاو دم ولحم. حنا كنتألموا الألم ديال هاد الناس اللي كيتواصلوا معانا، وكنفرحوا الفرح ديالهم. وبلا شك غادي تستحضروا معايا الحلقة اللي درنا مع من هاد المنبر، كنتمناو ليه الرحمة حسام الله يرحمه، اللي درنا مع هاد الحلقة. سبحان الله العظيم كيسجلنا معاه اليوم الغد ليه مع 5 العشية، مسكين توفى هذاك الوليد الله يواليه برحمة الله، يعني ما لحقش حتى انه الناس يتعاملوا معاه. فكنتمنى كنتمنى من كل القلب ديالي، كنتمنى من خوتنا المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن هذه المعاناه ديال مليكة. انا هو في النظام ديال المراسل الصحفي انه يتكلم 30% ويخلي 70% للمتضرر هو اللي كيتكلم، ولكن في بعض الاحيان ملي كتحس بان الحاله مضروره ولكن مسكينه ما كتعرفش كيفاش توصل، فكتضطر انك انت كتدخل على الخط وكتوصل ديك المعاناه. فمليكة كيف ما سمعتوا معنا، الاب ديالها توفى الله يرحمه في سنه 2000، بقات هي هازه المسؤوليه 22 سنه، حنا كنتكلموا الان على 2022. هاد السيده ما متعوداش انها تمد يديها، ولكن فوق طاقتك لا تلام، تقهرات الام صبحات بلغت من الكبر عتيه كما كنقولوا. مليكة الان في العمر ديالها 47 سنه بدون زواج، بدون ابناء، بدون هذا. سمعتوا معنا بان ضحات بهادشي كله مقابل انها تبقى حدا ميتها، الله يطول في عمرها، ولكن تغلبات، قالت لك انا ما لقيت ما ندير، هزيت عيني الله وهزيت عيني لخوتي المغاربه
وخواتاتي المغربيات. ماليك اختي كيفاش كتعيشوا دابا بغيت حتى المشاهد هو يفهم كيفاش كتعيشوا انت وام الحبيبه؟ كنعيشوا من القدره الالهيه ربي كبير، كتكون بارك محل ما دار يجي شي حد كيعطيك شي حاجه. انا ما نقدرش نخدم، نبغي نخدم ما نقدرش انا قبيله. ما تخليهاش مسكينه، ما كتقد ما تقدش، كون كانت كتنوض تقدا تحرك تنوض الراس انا نخدم، ولكن ما كنقدش نخليها بوحدها. نشوف ام حبيبه مسكينه كتبكي، ام حبيبه ما كتبكي ام حبيبه. كنبكي ولادي على قهرتي وتماتي، والحالة كتشوف فيها كي دايرة، الحالة وليدي كتشوف فيها كي دايرة القهوة وتماما، والدري معانا معايا بزاف. راضي عليها ام حبيبة؟ راضي عليها قد شتا وليدي، انا راضي عليها قد شتا كتسمى تهبط كتغلط عليها، انا راضي عليها وليدي، انا بغيت ربي ويسترها. ان شاء الله. راه عمرها ما تخيب. ملي مع عرضات الوالدين ما تخاف والو. ما تخافش وليدي، عمرها فين عندهم تخاف عرضات الوالدين يكونوا معاها. واخا اختي ملكة، شنو الطلب ديالك انت لخوتك المغاربة؟ خوتك شنو الطلب ديالك؟ أنا حتى أنا بكيتيني معاك، شنو الطلب ديالك اختي ملكة؟ شنو الطلب ديالك؟ غير مساعدة إنسانية. أشنو؟ لا أنا حيت حسب ما قلتي لي قبل ما تسجل بداو التسجيل قلتي لي واقيلا عندك شي كونسلطاسيون واقيلا ديال الأم ديالك ياك؟ عندي الطبيب خاصة ضروري تمشي، حيت هاد البيس ميكر اللي دايرة خاصة ضروري تريقل، إلا ما ريقلتش لاباراي البنت قالت لي إلا ما تاكليش ولكن تجيبها تريقل لاباراي ديالها، حيت إلا ما ريقلاتش لاباراي تقدر تسكت ليها، خصو يشوفها. حيت هاد لاباراي ماشي كتبقى معاها حياتها كاملة، هاد لاباراي كتبقى معاك 10 سنين، يعني اللي غادي تكمل 10 سنين خاصها تبدل تاني. وعاودتي لي على المعاناة بعدا كيفاش ركبت لاباراي؟ لاباراي نزلوا لها الدقات، كنت انا للطبيب ديتها للطبيب، المهم كتي ملي كينزلوا لها الدقات انا ما عرفتش، ديتها للطبيب شافها هكاك الحالة ديالها قال لي الدقات كينزلوا، المهم ما كتبقاش رجليها ما هزيناش، هزوا لي الناس طلعوا لي الطبيب ملي شافها هكاك عطاني ورقة كتب لي بأن خاصني نديها باش تمشي كتب لي ارجون مشينا لميريزبو، ملي مشينا شافوها قال لي ديها حتى من بعد، المهم ملي تاني جبتها للدار تاني جاها كريز اخر، من مور داك الكريز تاني ديناها لطبيب اخر ديال القلب، الطبيب ديال القلب ديتها في رمضان، بقات 10 ايام الاخرى ديال رمضان، ملي ديتها شاف كتب لي ارجون، السيده قال لي الدقات عندها نازلين خاصها ضروري تمشي باش تركب لاباراي. مشينا من الصباح وحنا كنمشيو من هنا لهنا لهنا كتعرف موريزو، مشينا المهم تقرب المغرب دخلوها لينا، دخلوا لينا هاد لاباراي ما كداش هنا في كازا في خاصة الدار في الرباط، صافي بقاو كيتسناو اليوم غدا دازت 10 ايام، قال لي بعدا الطبيب قال لي خاصها اومبيلونس ايكيبي لا بغات يديها للرباط، قلت لي رانا نجيبها اومبيلونس عادية، قال لي لا، قال لي خاصها ايكيبي، مشيت كنطلب في الناس قلبت على اومبيلونس قال لي غنديبها لك ب80، قلت ماشي مشكل كاين اللي غادي يعاون، صافي نعسات كنتسناو اليوم غادي يديوها غدا، المهم دازت 10 ايام ليلة العيد ديال رمضان، ليلة العيد قالوا لي خرجيها، قلت لها نخرجها سيدة دقت عندها نازلين وانا قال لي خاصها، المهم دخت وبقيت عرفت من دين كنخرج برا كنبقى كنبكي كنرجع عندها كتقول لي مالك كنقول لها والو، بقيت كنعيط على راجل اختي قلت لها امي راه قال لي خرجيها، حاد عيطت للناس اخرين قالوا لي هو يقول لي راجل اختي صافي هزوها وديوها، عيطت السيدة لواحد الطبيب، الطبيب هضر مع الكلينيك هنا في دار السلام، داروا لينا فورتي 3 مليون، جمعوا علينا غير الناس صافي ما عليناش مشينا، داروا لنا العملية نهار اللي قلت له درت العملية وخرجناها، المشكلة هو تما بغاو يلوحو عليا، كل ما لقيتش أنا الناس اللي عاونوني، كل ما مشات الحمد لله الحمد لله الحمد لله بدا ربي كبير، درت العملية وكلشي داز مزيان الحمد لله، ولكن المسكينة تشوكات في ذاك الوقت حيت بلا عرفت غيخرجوها، رغم أنها دارت العملية سيمانة وأمي ماشي هي هاديك. ما بقيتش كتعقل، ربما في الراس ديالها كتقول راه ما دارتش ديك العمليه، سيمانه وهي مريضه طاحوا لها الثاني طاح لها الطونسيوم،
عاد المهم سيمانه ورا العمليه عاد سيده ولات شويه بعد والحمد لله الحمد لله. يا حبيبه شنو الطلب ديالك من المغاربه ما حنا كيشوفوك دابا ما حنا والله الطلب ديالي هما يعاونوني هادشي هو طالبه منهم غير يعاونوني وليدي وشوفوا من حالي على عطا الله وليدي اللي بغاو يعاونوني مرحبا ما بغاوش نبقاو تنموتو صافي هادشي اللي كاين وليدي مشاهدينا الاوفياء كنعتذر مره اخرى فوق طاقتك لا تلام ما ديما كنقولوها وحنا كنبقاو بشار مره اخرى كنقولها الله سبحانه وتعالى راه في الكتاب ديالو العزيز وحنا في هذا الشهر ديال غفران شهر شعبان مقبل شهر رمضان ان شاء الله يعني مليكه صراحه انا بالنسبه ليا وبالنسبه للعديد من المغاربه والمغربيات غتكون هي البطلة ديال صراحة ديال عيد المرأة بالنسبة ليا كاين العديد من النساء اللي استحقوا التكريم وأكيد من ضمن ديالهم مليكة حيت صعيب 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 بزاف خصوصا في هاد الترفيه حنا كنعيشوها الآن أنك تلقى واحد الإنسان شخص باقي كيضرب الوالدين ديالو في هاد الألفية الثالثة اللي حنا فيها الآن ولكن الحمد لله مليكة من هاد النساء اللي مرة أخرى كنرفعوا لهم قبعة ولكن اليد الواحدة لا تصفق حنا فهاد كما قلت حنا في شهر شعبان مقبلين على شهر رمضان إن شاء الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة باش نتمنيتو يا رب العالمين فكنتمناو من هاد المنبر كنتمناو من القلوب الرحيمة كنتمناو من المغاربة المحسنين لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن كنتمناو أنهم يشوفوا بعين الرحمة بعين التقدير بعين الإعتبار يشوفوا مليكة اللي مسكينة 47 سنة غتحيد منهم 22 سنة من بعد الوفاة ديال الأب ديال الله يولي برحمة الله اللي كان هو المعيد للأسرة 22 سنة غتحيدها من 47 سنة اللي كانت في العمر ديالها 25 سنة تحملات مسؤولية ما كيهزوهاش الجبال مسؤولية ديال الأم يعني هو هادشي ديال الله سبحانه وتعالى ولكن ملي كتكون المرض ومع الفقر فراه كتزاد المعاناة ديال الإنسان فما نبغيش شي واحد يتحط في هذا الموقف هذا ولكن كنتمنى من الله سبحانه وتعالى كما قلت أنا هضرت بزاف ولكن كنحاول أن أخوتي المغاربة توصل لهم المعاناة ديال مليكة وتوصل لهم المعاناة ديال أمي حبيبة اللي كتحمل آلة الآن في القلب ديالها الله يطول في عمرها مسكينة آلة في القلب ديالها وراك سمعتوا الطريقة والكيفية باش دارت هي الآلة هذه باش يسر لها الله واحد الطبيب اللي كيشكروه من هذا المنبر هذا كيشكروه لانه قال لك ولد الناس خدمتي يدو قال لك ما خادهاش الله يجزيه بخير كاينين ولد الناس كاينين ولد الناس قال لك مسكين تسمح في الخدمه ديال ديوها شي 50 الف درهم ياك 5 مليون هي ب 5 مليون داروا لها بثلاثه خمسه ياك دار هي لاباراي كدير 5 مليون وداروا لها هو دار لها قال لها المهم هاد لاباراي دايره 5 مليون كاين درتها لك انت من ظهرك ب 3 مليون قال لها لاباراي فيها جوج خيوط نورمالمون كيكون فيها غير خيط ولكن قال لها انت من الظهر ديالك قال لها هي فيها جوج الخيوط غادي من كدار هنايا في هاد البلاصه وكتمشي الخيوطه كيمشيو للقلب ودعي معاه مسكين دعي معاه الله يسهل عليه دكتور بناني الله يسهل عليه الله يرحم ليه الوالدين كيوقف معنا الله يسهل الامر حنا ما كنديروش الاشهار شي واحد ولكن اللي استحق رفعوا لي القبعه كنرفعوا لي القبعه هذا الطبيب صعب الحكي بقاو هما ملائكه ديال الرحمه كنعتذر مره اخرى حيت كيبقاو ملائكه ديال الرحمه وليتي الا لقيتي شي واحد فيه الخير وفيه الانسانيه وليتي كتاثر علاش حيت كثرت القلوب القاسحه ولات كثيره ولكن اكيد كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام الخير فيا وفي امتي الى يوم القيامه والخير كاين في امه محمد والخير كاين في المغاربه وفي المغربيات لهذا حنا عندنا اليقين ان شاء الله بان مليكه اللي هي بطله ديال هذه القصه عندنا اليوم واللي كتعين الام ديالها ام حبيبه الله يطول في عمرها ان شاء الله اكيد عندنا اليقين ان شاء الله بانه غادي يتفاعلوا مع المغاربه والمغربيات داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن لان باش ما نطولش عليكم كما اقول دائما لكل بدايه نهايه ونحن سنصل الى نهايه هذا البث وهذه القصه وهذه المعاناه ديال الاخت مليكه مع ام حبيبه الى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم مراسل مغارب نيوز مصطفى القرناوي من هنا من درب السلطان يحييكم والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.